شفت هالمنظر، البناية الجميلة هذه الجديدة كبيرة، شو محلاها هذه. راح ندش داخلها ونشوفها، لان عجبتني امانة، لان مراقبهم من متى ما بدأوا يبنون فيها. شوف كم بناية جميلة جدا. هذا البناء في منطقة اسمها كلايتون، راقي راقي المبنى، مجمع متكامل، فندق ومول وشقق وأسواق ومحلات ومطاعم. يلا السلام عليكم ورحمة الله، ايش رايكم بالغروب الجميل في هذا البلد الجميلة؟ شوف الطيور حواليك حواليك حواليك، شوف الأمان والأمن في هذا البلد الجميل اللي هو في استراليا. وقت الغروب جو جميل أمان، واحنا في الشتاء. ها تاريخ اليوم 22/7، وهذا المولات، طريقة المولات وطريقة البنوك وطريقة شلون تسوق في البلد والجو والغروب وشلون صناعة المولات في هذا البلد، فهذا راح نتكلم عليه. هذا جميل المول هذا، واحلى شيء الطيور حواليك، الطير كأنك انت في حديقة طيور الأمان. هنا انا نفسي نكتشف هذا المجمع اللي نفسي اشوفه، بنوه كبير ومستثمرين. شوف البلد اللي تحب شعبها، شوف شوف اللي يبنون، ناس تعمر صح في هذا البلد العجيبة استراليا. راح ناخذ جولة على هالمجمع هذا، بصراحة بخاطري اشوفه. انا اتذكر يوم كان يبنونه، الحين خلصوا محلات وشغل عدل وسووا وظائف ورتبوا الامور ووفروا وظائف وعطوا الشعب والكل يشتغل. نصفط هنا في منطقة جميلة اسمها تشيتنهام، هذه مدينة ملبن. هذه شركات راح نتكلم عليها، عندك الكيمارت، عندك الولوورث، كلها موجودة الشركات هذه في كيمارت هذا، وولوورث وكولز والدي والشركات هذه الكبيرة. خلينا نشوف شنو داخل المجمع. حلوة هذه، هذه السينما اسمها فيلج سينما، شركة معروفة في استراليا وفي احد الدول يعني. هذه محلات فاضية، اللي بيأجر يفتح له مطعم، يفتح له شغلة بزنس موجودة هني، فرص متاحة، مجمع حلو، بس ما ادري الجار كم يعني، اكيد بيكون غالي شوي. ندش المجمع الجميل هذا، شوف داخل مطاعم وشغلات. خلنا اشرح لك على البزنس، اذا تبي بزنس شوف المحلات تكون هني في احد المطاعم هذه او احد المجمعات هذه الكبيرة، خذ لك بزنس، خذ لك محل، اذا طبعا عندك ميزانية يعني، اذا انت من تجار او من هواة الاستثمارات. استراليا بلد ممتازة جدا للاستثمار، استثمارات ليش؟ بلد امان، بلد كبيرة، بلد هجرة، في الكل يبيها، الكل بيجي عليها. فهذه هذا الولوورث راح نتكلم عنه حلقة من الحلقات ان شاء الله، راح اتكلم عليه. نفس السوبر ماركت كبير مشهور عندهم يعني، كيوس، هذا يسمونه كيوس، هذا اللي بالنص يكون داخل مجمع ساز جدا، مجمع كبير. خلنا نشوف داخل، شوف مجمع جميل جدا كبير في اسمه كيوس في هذه المنطقة الجميلة. في عندك هذه الشغلات، جميع المشركات والمطاعم، حلو جميل جدا صراحة يعني، حلو المجمع جميل، حلو حلو شوفه صراحة، مجمع وشقق سكنية وفندق صالة ألعاب، مجمع جميل اسمه سيتي، حلو مطعم صيني هنا، شغل عدل صراحة، حلو البلد. هذا الاستثمار الجميل والجيد، هذا اسم المجمع ام سيتي، هذا هو كبير، شوف الاطلالة على البحر، شغل عدل. تبي غرفة، غرفتين، ثلاثة للبيع، موجود مع تولت، هذا هو. هذا البنايات مستقبلا راح يكون كل شيء مكانك، مطعمك، بيتك، ملعبك، صالتك، ناديك، شغلك، كله راح يكون شغل من البيت، ومسبح، كل شيء متوفر في هذا النظام الجديد اللي راح يكون في المجمعات الجديدة. سينما، كل شيء فيها، مكاتب، شغل، كل شيء موجود في هذه المجمعات اللي راح تكون سيتي بيلدينج، يسمونه سيتي بيلدينج، بناية وهي سكنك وهي شغلك وهي مسواقك وهو بيتك. هذا المجمع جميل جدا في هذه المنطقة، مجمع متكامل كل شيء فيه صراحة عجبني. هذا المجمع اللي هو ام سيتي في منطقة غريبة السبرينغفيل، كلايد اسمها، كلايد المنطقة جميلة جدا صراحة، حاطين لك عرض سيارات ومسابقات هني، شغل عدل مضبوط. شوف الديكور فوق، تتعلم من عنده
بزنس هنا في هذه المنطقة في هذا البلد في مدينة ملبن. نوع سيارة جديدة هذه حلوة هذه. حاطي لك سيارة هناك بعد مسابقة. كم سعرها؟ 43,990 دولار استرالي. هذا سعر السيارات. تاس. هذا الكيمارت وهذا المجمع وهذا نبذة على هذه المدينة الجميلة المسقرة في ملبن. تعتبر أول مدينة مسقرة متكاملة يعني. ما تشوفون هذه إطلالات على المجمعات المستقبلية كلها راح يكون كذي مدينة متكاملة في هذا البناء الجديد في هذه البلد. استثمارات في مناطق ملبن واستراليا. وراح نتكلم على يوم الأيام عن هذه المحلات وشنو طريقتها وشنو تبيع وشنو توفر والأسعار ومنو الأرخص فيها. استراليا هني شوف لاحظ فيها الكيمارت في كل شيء المجمع هذا كل شيء متوفر فيه مطاعم شغلات بنوك. جو جميل جو عجيب. واحنا في فصل الشتاء على فكرة يوم 13/7 طالع ما فيش لا ثلوج ولا مشاكل ولا عواصف ولا عادي الجو طبيعي. طلع حتى بقميص عادي تطلع والله ما عليك الا تلبس كمامة لازم ضروري يعني. شوف ندش المجمع نشوف نروح كولز ونشوف شنو داخله. نبدأ على بعض المجمعات الأسترالية الجميلة ناخذ نبدأ عليها شوي. الناس إلى الآن لابس كمامة. تاريخ 13/7/2021. جميلة البلد جميلة مناظرها. هذا مجمع جميل صراحة كيمارت وأسواق. هذا كيمارت هذا نفس اللي يبيع لك ملابس وأشياء يعني حق الأسرة وهذه الأشياء. شركة عصير. مجمع رائع في هذه المنطقة الجميلة صراحة حلو جميل. اللي مشروع ناجح هذا حلاق مشروع ناجح. وهذه لها قصة هذه العلامة هذه على فكرة يعني إذا تبون أشرح لكم على يوم من الأيام إن شاء الله. كيمارت مجمعات كولز حلو. كولز راح أتكلم عليه على يوم من الأيام. هذا نفس السوبر ماركت كبير سوق مركزي يعني جميع ما تبي. هذا فيه مواد أثاث وملابس ومواد المطبخ. وهذا الكولز اللي هو يكون فيه اللي انت تتسوق الاكل العصائر الحليب الخبز وهذه الاشياء. هم ثلاث شركات في استراليا. الكولز نمبر 1 المركز الثاني او الدرجه اللي انزل من عنده يتنافسون الكول وورث وبعد الالدي. هذول الشركات الكبيره منتشرين بكل مكان. فاذا جيت استراليا وتبي تاكل تبي تسوي مكيله حق البيت تجي لهذه المحلات. هذا اللي هذا حق اللي عنده نظر ما نظر يفحص مجاني. بس اذا عندك ميديكير اللي قلت لك على ميديكير يفحصون يعطونك اياها مجاني يغسلون نظرك. فهذه يسمونها سبيس سيفر ممتازه يعني حق النظر وهذه الاشياء. سبيس عندك هذا محل الجفت. هذا عندك تي جي بنك ملبن. خوش بنك. هذا بنك ملبن. المجمع هذا الجميل اللي فيه شغلات كثير حلوة ورخيص. خضرة كل شيء فيه. في خضار عندنا هنا في خضرة وايد ولكن أيضا هنا يبيعون خضرة عندهم عصائر جميلة. لاحظت كم دور جميل جدا تتسوق ونشوف شنو هو بالضبط كل اللي تبيه. شغلات شركات عصائر سيريالز كوفي تي أنواع الأكل كل شيء موجود. شاي كونفكشنري شيبس والأمور هذه كلها. هذه الحركة الحلوة عجبتني بعد ما تخلص تسوق شوف. ايضا استراليا فيها فقراء ايضا. في ناس مو حده يا دوب المعاش. ففي ناس تستوق من هذا السوق الكبير ويحطون في السلة هذه شوفها حفاظات. تبي في ناس تشتري زياده متعمده تبي حتى الجدر يعطونك جدر تطبخ اطبخ حبيبي. تبي عندك شغلات غلايه شغله حلوه هني. هذه في بعض السوبر ماركتات حلوه حركه حلوه يا ريت نسويها يا ريت نضبط مثلهم يا ريت نسوي مثلهم يعني. فامانه ما تعرفه ما يقول لك شيء. تبي حق التشايلد حق الفاميلي شوف حق العائله اللي محتاجه في استراليا برا ما حد يدري عنك. تعال انت هني اخذ وامش. تبي تاخذ امش وانت طالع مو قادر تشتري شغله تلاقي ناس هم زباين يسوي لك شغله هني وتاخذ. سبحان الله يعني شيء طيب انك تتعلم من هالنظام الجميل هذا فور فري بالمجان في استراليا. بعض الناس يسوقون ويعطون يحطون بالسله هذه الفقير ياخذ بلاش. سبحان الله يعني في حديث جميل يقول لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله. من ضمنهم شخص تبرعت
يمينه يساره ما تعرف عن ما فعلت يمينه، فهذا شيء طيب سبحان الله. شوف هذه مطبقينها هنا في استراليا. تم بهذه الحركة الجميلة اللي ناس تتسوق من السوق سوبر ماركت كولز، تجي تحب تتبرع تقط صندوق هنا، هم في مؤسسات وجمعيات هم يودون لك اياه للبيوت المحتاجة والشخص المحتاج او اسرة محتاجة في استراليا. امانة حرقت في حق الاطفال، في حفاظات، في اكل، في جميع الاشياء هذه. نختم في هذه الحلقة الجميلة في هذا بلد استراليا واللي الناس تحب تتبرع من غير ما حد يدري عنها سبحان الله. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، هذا كلام رب العالمين. سوبر ماركت اخر اسمه ويليز، وايضا يسمونه يقول لك فود شير، شارك بالاكل. اي واحد فقير محتاج ناس تشتري زياده تحط هنا، معلها التعاون ممتاز في هالبلد صراحه. طيب حلو الرغيف في هذا البلد، وسبحان الله صدقة تطفأ غضب الرب. احنا على وجه العيد ويوم عرفة ان شاء الله بكرة. كل عام وانتم بخير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.